براكتيك هو ايه؟ طقطقه المفاصل، بس علم اعرف المفصله واتجاه الحركه بتاعتها. مفيش حد ما بيقولش ظهري بيوجعني. العمود الفقري النهارده ما عادش زي زمان لان قوته بقت اضعف. مشاكل العمود الفقري اعراضها غامضه، العصب مش هيديني فرصه ان تفضل فقره تنزلق والغضروف يتاكل وهو يفضل عايش معاك. دكتور محمد صديق هويدي، استاذ جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاق الغضروفي، كليه الطب جامعه القاهره، عضو الجمعيه المصريه والعربيه لجراحات العمود الفقري. برانش ده او الفرع الطبي ده فرع في منتهى الاهميه لانه متعلق بحياه البني ادم بشكل مباشر، ممكن يموت بسبب خطا او بسبب تهور او بسبب حركه مش مظبوطه، كمان للاسف ممكن يتشل. شوف شد بعد ما عمل بقى الحركتين وبتاع فك الايه البتاع اللي هو بيحاولوا يصحوه، ما عرفش بقى مات اغمى عليه، ده تشنج، ده ممكن يكون بقى بيموت خلاص، ده الحركه دي ده بيموت، الحركه دي مش اغمى عليه، لا ده سادن ديس، ده مات، ممكن يكون مات. انك ممكن تيجي بنفس الشكوى او تبقى قاعد في العياده جنبك خمسه بيشتكوا من وجع في ظهر بينزل في رجلي، بس كل واحد له طريقه مختلفه عن الاخر في الحلول. بص ابعد عن الطب وخليك بقى في الاعشاب، والحاجات دي جميله جدا، والاعشاب جميله جدا. لا ده انت جيب معلقتين كركم من اللي بتحط بتاع البهارات والتوابل من الاكلات الخليجي واخد بالك، واشربهم على الريق مع شويه ماء، ان شاء الله الغضروف يخف. واحد تاني يقول لك لا ده انت عارف كل حاجه فيها بذره من جوه شبه الغضروف كده، كلها جراحه في اعظم مراحلها. كنا زمان بنتكلم في 40 50% ده كانت نعمه، وكنا بنبوس ايدينا وش وظهر ان نص العينين بيتحركوا ونصهم ما كانوش يتحركوا بعد العمليه، دي كانت مرحله. لازم يبقى المفهوم عندنا احنا بنعمل العمليه عشان اوصلك لمرحله انك تبقى في افضل احوالك، ها حافظ عليها. طيب الوزن الزياده ده حضرتك هنعمل فيه ايه؟ اللي انت داخل لي بيه 120 130 كيلو قبل العمليه ارجوك لازم تنزل. طيب بيتفق معايا قبل العمليه وبنبه عليه وبضحك كده، هنخس لازم بعد العمليه نخس، حاضر. وتلاقيه بعد العمليه الحمد لله الالم راح رحمه، ويقول لك اصل بيغذوني عشان العمليه والجرح يلم، وراجع لي بعد العمليه زيد 10 كيلو. فطبعا دي كلام مش صح. طيب التاني بقى اللي هو عمل عمليه والحمد لله العمليه كويسه جدا، يبدا يستعجل في النزول او في الشغل او في الشيل او في الحط، واخد بالك، يبدا عايز بقى يشيل بقى بسرعه وبتاع والكلام ده كله. طب ما احنا لنا برنامج هنمشي عليه، احنا بنقول شهرين اللي بعد العمليه، بعد شهرين نخليك تعمل كل حاجه. طب ما احنا عندنا لعيبه بيلعبوا رياضات بدنيه قويه جدا وسباحة وكرة قدم وأثقال وبتاع، عاملين لهم عمليات وعملياتهم ناجحة تماما واخد بال حضرتك، بس بياخد فترات بقى من العلاج والتأهيل بعد العملية. ده مهم جدا فترات التأهيل يعني والعلاج. انت لما تيجي تشوف الغضروف، الناس مش فاهمة الغضروف ده حاجة، اشوف الغضروف في النص كده حاجة طرية جدا عاملة زي الجيلي، انت لو حملت عليها زيادة، انت تخيل كورة انت جبتها كده وفعصتها تقل من فوق لتحت، يبدأ يخرج اهو الغضروف لحد ما يعمل يفرقع الجراب الخارجي اللي هو بتاع الايه المحيط بالغضروف، ينفجر الجراب، خرج الغضروف بره، لمس العصب، يعمل الالم. طب في مرحله زي ما كنا بنتكلم البدري بقى ده، بس احنا ما بنشوفوش كتير، يعني ده بيبقى في اول شهرين ثلاث اشهر ان هم مدخلين له دي ابره اللي هي زي بتاع الليزر دي، بتدخل جوه بتعمل حاجه بنسميها تفتيت وشفط الغضروف. تفتيت وشفط الغضروف ده عمليه جميله جدا جدا سهلة جدا جداً. بس بدري لها شروط، لو ما وفرتهاش مش هتنجح، ما تنفعش، ما ينفعش في غضروف متكلس وصلب، ما ينفعش في فقرات حصل فيها تآكل، ما ينفعش. يعني الناس فاهمة إن دي تنفع هنا، مش هتنفع. واخد بال حضرتك؟ ولو عملتها أصل إحنا مش هنفصل العملية على كل العيانين. لا، كل عيان له عمليته اللي هو مرسومه له اللي هي تنفع حاجته اللي تنفع تحقق له نتائج كويسة جدا. لكن بيحصل بعض الخدع بقى. يقول لك أنا رحت لفلان عملها لي كده وطلعت بعد العملية بدون ألم. هو هيتحسن شويه، هيتحسن جدا شويه، شهرين ثلاثه ست شهور. اصل جوه العمليه بيحصل ايه؟ عارف الساحر بقى اللي بيطلع القرد من جيب الجاكيت بيعمل ايه؟ وهو جوه يحقن ماركين ثقيل اللي هو مخدر
زي اللي بيتاخد في البنج النصفي كده، وده لما بيتحط حوالين الام الجافيه وبتاع بيسكن الالم من 3 لـ 6 شهور. وعليه جرعه عاليه جدا مكثفه من الكورتيزون الثقيل اللي هو ما بيمتصش بسهوله، اللي هو بيقلل التهاب، بيقلل التهاب. فانا قلت لك التهاب واديتك مسكن ومخدر، عايز بس المده قد ايه؟ هي دي بقى من 3 لـ 6 شهور ويرجع بقى ايه، وكانك يعني مزيد وحدوه بقى من اول وجديد بقى تاني. وترجع القصه مش كده وبس، ده انت اضفت اليها التهابات جامده جدا في المنطقه، تليفات حوالين العصب جامده جدا، وساعات بيحصل ضمور العصب، ونيجي جوه بقى العمليه لو ربنا كرمه وبنعمل له عمليه تلاقي الدنيا ملزقه جدا جدا جدا، بقى قلبت من عمليه سهله لعمليه عمليه معقده جدا وصعبه. ودي تخلي النتيجه برضو بعد العمليه ما تبقاش مرضيه له وليا. طب بيخرج بعد العمليه يقول لك بس رجليا لسه بتنمل. ما انت مش واخد بالك ان كانت العصب ده اتخنق خلاص، احنا فكيناه من الخنقه، بس هياخد له وقت من 3 لـ 6 شهور عشان يرجع. طيب في ناس بيحتاجوا اكتر من كده، طبعا على حسب تعدد الغضاريف وتعدد الفقرات. يعني انا لو شغال فقرتين غير 3 غير 4 غير 5 غير 6، امبارح انا عامل عمليه لواحد حقيقه 6 فقرات ومثبت له ومركب له 12 دعامه بعد عمليه كانت معموله له فقرتين وسببت ان مسماره وهو بيركب اتكسر جوه العمليه، وطلع المريض بيصوت وفي منتهى منتهى السوء اللي في الدنيا. بنشتغل احنا بقى علشان نصلح الموضوع، بقى صعب جدا لانك بتجد ان في كميه رهيبه جدا من الالتصاقات، وتعالى بقى شيل مسمار مكسور من فقره، موضوع صعب واخد بالك، لانك انت بتلعب مع فوقيك عصب وتحتيك عصب، وممكن بعد كده تلاقي الموضوع بقى صعب جدا. التثبيت الناس فاكره ان هو لسه شرايح ومسامير وكلام من شايف، ده دي اسمها دعام، دي متحركه لها راس كده بتتحرك زي المفصل، وممكن نركبها في فقرتين في 3 في 4 في 5 في 6 لحد 7-8 فقرات عادي جدا، وده بيسمى القضيب الواصل ما بينهم اللي هي الدعامة دي. تمسك هنا خلاص أنا عملت وركبت وثبت ورجعت العمود الفقري. الفقرات بقى اللي كانت سايبة وفقرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة أنا أقدر أعمل له الحلول دي كلها ويتحرك كويس جدا بعد العملية. الدعامات الحديثة دي كلها من مواد لا تتفاعل مع الجسم، يقدر يعاود شغله من شهر لشهرين بعد العملية، يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي جدا، يقدر يوطي، يقدر يصلي، يقدر يقعد على كرسي، يقعد على الارض. في ناس حياتها بتقف لانه ما عادش قادر يوطي، مش قادر يقعد على، حتى لو ركب عربيه بيتعذب وهو راكب العربيه، مش قادر يمشي، مش قادر يخرج خطوتين يروح مشوار. لا هو يعني راجل عامل شغال كاشير وخلي بالك راجل بيشتغل ست بيت بقى، ست العذاب بيت كله بقى طبعا. ده بيبقى عليها واقفه في المطبخ 4-5 ساعات في اليوم كده، في ناس ما بيعرفوش يكملوا 10 دقايق واقفه. مدرس يعني، انا دايما بسال طب نقدر نقف قد ايه، لان دي اكتر حاجه بتزعجهم جدا، تقف قد ايه حضرتك في المطبخ؟ يعني الاحصائيه اللي انا بقولها كده اكتر من 70-80% منهم ما بيقدرش يكمل اكتر من ربع ساعه. لازم كل شويه يقعد يا يفرد ظهره يا يريح علشان يوصل لمرحله ان الالم ده يقل شويه ويرجع دوره الالم تعاد تاني مجرد ما اقف تاني. هسمعك ابو العريف. ابو العريف ده نموذج للفتي الموجود للاسف. انا هسمعكوا ابو العريف على فكره اقل خطوره من الفتيين التانيين، فتعالوا نسمع مع بعض. يا باشا بين يديكم الهديه المعجزه لكل اخواتي اللي عندهم مشاكل الام الظهر، ديسك، انزلاق غضروفي، كفه شيء في الظهر، ها هنا تنتهي المعاناه. ب 200 جنيه يا باشا تتصل تجيب المقعد الجيلاتيني الطبي، مناسب يا باشا للمكاتب، للسواقه، للشغل، للانتخه، بيمتص اي ضغط ويشيل الحمل من على الظهر، وكمان مفرغ بشكل طبي يسمح بمرور الهواء، يعني لا سخونة ولا تعرق. المقعد الجيلاتيني الطبي يعمل على تمديد الأوجاع وتوزيع الضغط بشكل متساوي، وهكذا تنتهي آلام الظهر والعمود الفقري. هي دي يا باشا القعدة الحلوة اللي ما تتعوضش. نصايب سودة.
ايوه بص ده الكلام ده انا احترمه جدا لو قلته ان انت وانت قاعد في كافيه ولا قاعد بتاع عجب لك المسند الجيلاتين اللي بنحطه او انت سايق كلام جميل جدا بيدلعك بيتباع عند بتوع الاكسسوارات بتوع العربيات او في على الرصيف وفي الشارع. لا هو في حاجه تلاقي فيه شماسه لا 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 حاجه اللي... قطنيه تعمل مساج بس يعني هم بيجددوا فيه ده حلو جدا لما انت تبقى سليم وتعمل ده، لكن انك تبقى مريض وتعمل ده ما ينفعش. ما هو لازم نفرق، انت عايز تعالجه هو ده اللي هيعالج؟ لا. ولا ده انت بتعمله عشان تريحه في القعده تبقى القعده جميله والكرسي يبقى مريح وبتاع؟ حط شلته طريه، حط شلته جيلاتين، حط مخده، حط اللي انت عايز تحطه، بس في الاخر ده مش علاج. يعني انا ما اقولوش ان انا بعالجك عشان ترجع وتنسى الام العمود الفقري وتضيع الانزلاق الغضروفي وارجع لك الفقره اللي عمرها ما بترجع. كلام وهم جدا، ده احنا عشان نرد الفقره لاصلها او نرجعها سنتي جوه العمليه بنتشقلب حواليها كده عشان نعرف نعملها. انت مجرد ما حطيت البتاع دي عملتها، او مجرد ما دوست بايديك او بالشاكوش، ده في اختراع جديد بقى شاكوش كده تك تك تك، عارف اللي هو زي الدريل الهيلتي ده الهزاز ده؟ والله يقول لك الشاكوش اللي بيضرب بوكسات في الظهر ده تك 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 تك، انا رديت لك ظهرك على البارد. كلام ما ننساش بقى الرش، كان ترد على البلد من غير ما ترش، يعني كلام صعب، ترش نظافه كلام صعب. نقف بقى عند نقطه محدده مهمه جدا. اذا كان في حوارنا قبلا الفقرات القطنيه يمكن يعني نوع من التعامل التاجيلي معاها، النهارده انا ما رحتش عملت عمليه في الفقرات القطنيه لاني فرح بنتي، لا ده انا بس مستني بس اقبض الجمعيه، كل ده ماشي او مش ماشي بس اهو هنعمل ايه. لكن الفقرات العنقيه دي في المنطقه اللي يقول الخطا فيها ما فيهوش معلش، لا ما فيش الغلطه هنا زي الغلطه في الوش ما فيهاش معلش. ليه الفقرات العنقيه ايه اختلافها عن الفقرات القطنيه التركيب؟ طبعا اختلاف كبير جدا. يعني الفقرات العنقية هي أولا هم عددهم 7، الرقبة ضعيفة جدا بالنسبة مقارنة بالظهر. يعني احنا في البني آدم اللي قدامنا العادي بنشوف ان الرقبة هي قطرها كده، الظهر هو قطره كده. اللي بيحمي الظهر هو مجموعة عضلات قوية جدا، العضلات دي بتبقى أمامية وخلفية وفي الجوانب بتبقى عاملة زي وتد الخيمة كده مسكاة كويس جدا ومأمناه تماما. حوالينه أربطة قوية جدا أمامية، وجوه القناة العصبية في رباط أمامي وخلفي عشان يمسك. ما بين الفقرات نفسها في أربطة جامدة جدا عاملة زي الحزام، عارف زي الحزام بتاع البنطلون كده، الحزام ده أستق قوي جدا وماسك جامد، بيسمح بالحركة والمرونة والليونة، وفي نفس الوقت ما يسمحش إن الفقرة تسيب مكانها. هو تشريح يعني العمود الفقري ده إعجاز. لا جميل جميل، سبحان الخالق العظيم يعني في حد ذاته. يعني انا ربنا خلق لك حاجه تشيل وتتحرك وتعمل كل حاجه وما تلاقيش في جوه حاجه يعني لما امسكها لا بمسمار ولا بتاع، كلها عاشق ومعشوق في بعضه العمود الفقري، خطير جدا. فقرات مرصوصه وفي النص بقى ما بقاش عظم بس، ده في النص القرص اللي في النص ده اللي بنسميه قرص الغضروف. الرقبه فيها 6 غضاريف، الفقره الاولى والثانيه ما فيهاش غضروف. الراجل اللي احنا شفناه من شويه ورقبته بتتشد ده، واخد بال حضرتك الحلقه اللي فاتت، الحلقه اللي فاتت اللي بتاعت ده عمل كسر في الرقبه علشان الفقره الاولى والثانيه ما فيش بينهم غضاريف، فبتكسر البروسيس اللي هو الاودونتويد اللي هو الزايده اللي بتاعت الفقره الثانيه وتقوم راشقه في الحبل الشوكي مع وراه. شايف هنا الحركه بتاعت العمود الفقري، اجيب يمين شمال قدام ورا، كل ده انا ما عنديش مشكله. العمود الفقري مش مجرد عظم، وده الناس برضو عشان كده بدأت تتجه الأيام دي أو الفكر النهاردة بقى أحسن، فبيشوف إن جراحة العمود الفقري هي تخصص جراحة مخ وأعصاب وعمود فقري مش مجرد جراحة عظام عادية. وكثير من الزملاء الأساتذة المحترمين جدا أساتذة العظام يقولك لا، يعني لما تروح الحالة كده روح لدكتور مخ وأعصاب وعمود فقري هو هيساعدك في الحل أكتر ما احنا نقدر نفيد. العمود يفعلهم في شغلهم في العظام يعني، لا لا عندهم بقى العظام كلها دي ودي شغلهم قوي جدا، والفيمر والمفاصل وبتاع حاجات والمفاصل حاجات مؤثره يعني كبيره جدا يعني بالزبط. فهو ساب الحته دي بقى علشان يبقى اللي دارس تخصص الجراحه العمود الفقري هيمشي فيها كويس. الحبل الشوكي ده الكابل الرئيسي المغذي وناقل للحركه والاحساس والاشارات العصبيه اللي نازله من المخ الى الاعصاب الطرفيه اللي هي تبدا من اول الذراعين لحد اسفل الجسم من تحت.
الرقبة مع الحركة الكتيرة بتاعتها مشاكلها هتبقى كتيرة طبعا، كل ما بتتحرك أكتر فرص الإصابة بتاعتك بتبقى أعلى. يعني لو واحد قعد في البيت هيعمل حادثة أكتر، ولا لو واحد بينزل الشارع كل يوم 10 مرات طالع نازل، أكيد اللي طالع وبتحرك أكتر إصاباته وفرصته في الإصابة بتبقى أعلى. الرقبة كمان استخدامها اليومين دول بالذات مع المذاكرة والطلبة والتابلت والموبايل والنت والقعدة كده بقت صعبة جدا، وخاصة ان هذا المجهود بقى مجهود مبكر. يعني في زمان ما كانش اللود على الرقبة بهذا الشكل، احنا لما كنا بنذاكر نقعد على المكتب وتقعد ماسك ورقة وقلم وبتكتب. النهاردة بقى استخدام النوتس والموبايلات والبتاع بقى بتخليك دايما في وضع انك تاني رقبتك كتير، قاعدة غلط في اي وقت، بقى راكب مواصلات ماسك الموبايل بتذاكر بيه، في ناس بتنام تحت يعني على المخدة بيه وتحت البطانية متغطية ماسك الموبايل، والسن صغر جدا في الأطفال. يعني أطفال 2 و5 سنين و7 سنين 12 سنة و15 سنة ماسكين موبايلات وتابلتس، فبالتالي الحركة على الرقبة بقت زيادة. الحركة زيادة عملت حاجتين، عملت نمرة واحد احتكاك زائد في الفقرات، فهذا يؤدي إلى خشونة، والخشونة هي الأب الشرعي للانزلاق الغضروفي. مجرد ما تبدأ الخشونة الغضاريف جاية وراها على طول. الاحتكاك هنا هو ان الغضروف اللي في النص بدا يتاكل او يخرج من مكانه، يضغط على العصب ويضغط على الحبل الشوكي، يعمل كمان ارتخاء في الاربطه والعضلات وضعف العضلات، العضلات الخلفيه. انت لما طول ما انت قاعد وتاني كده العضله مشدوده، الدم اللي بيغذي العضله بيقل، بعد فتره العضله دي بتضعف ويحصل فيها نوع من التليفات فيها، فالعضله خلاص راحت منك، العضله ضعيفه. عشان كده جزء كبير جدا من علاجنا ان احنا لازم نقوي منطقه الرقبه والاكتاف، وجزء مهم جدا في علاجاتنا العلاج الطبيعي جزء منه الحركه. شوف الرقبه حرك فوق وتحت قدام شمال يمين، أوبا. حبل الشوكي اهو بعد اشارات عصبيه وكهرباء محترمه نازله للجسم كله، تتوزع توزيعا عادلا بقى ما بين الاطراف ايدين ورجلين. التوزيع العادل ده بقى ممكن لا قدر الله يقف في حته ما يبقاش عادل بقى خلاص. انا لو الرقبة والفقرات العنقية حصل فيها غضروف او ضغط او كسر او حاجة، يبقى خلاص هيمنع الاشارة عن كل ما هو تحته. يعني لان الاشارة نازلة من فوق لتحت، نخلي بالنا اشارة طالعة من المخ ونازلة من الحبل الشوكي كده 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 لحد اخر حاجة في المنطقة العجزية العصوصية اللي بتغذي منطقة الاطراف. كل منطقة في جسمنا لها اسم، تحت دي اسمها المنطقة القطنية، القطنية والعجزية، اللي فوقها دي اسمها المنطقة الصدرية، اللي فوقها شوية اسمها المنطقة العنقية. المنطقة العنقية دي مش مسنودة ولا محمية إلا بشوية عضلات ضعيفة جدا، بينما المنطقة الصدرية اللي تحتها في قفص الصدر والضلوع محوطاها كده عاملة زي القفص الحديدي حوالينا، هي اللي ماسكاهم قوية. عشان كده أقل الإصابات وأقل الغضاريف بتبقى في المنطقة الصدرية، يعني أكترهم بيبقى في المنطقة القطنية علشان دي بتشيل أحمال كتيرة جدا، والمنطقة العنقية عشان بتحرك كتير جدا. والإصابات والحوادث والكلام ده كله الأيام دي، وطبعا في حملة توعية جامدة جدا لإصابات الطرق وحوادث الطرق والتنبيهات الخطيرة جدا عليها، لأن أكتر الإصابات بتحصل في الرقبة، في العمود الفقري في الرقبة أو في المنطقة ما بين الصدرية والقطنية. الرد بتاعت الجسم الخبطة أطلع قدام بالقصور الذاتي على فكرة والرجع لورا بالحزام، يعني ما هي الحزام بطلع وبرجع كده. الحركة دي سريعة جدا وقوية جدا بالزبط. بيسموها الويبلاش. الويبلاش دي بقى ممكن تكسر العظم، ممكن تقطع الأربطة، ممكن تعور الحبل الشوكي أو تعمل إصابة فيه. فندخل في متاهات جامدة جدا. أقل الأضرار اللي بتحصل هو وجود غضروف في الرقبة. وجود الغضروف ده يبدا يحصل يعمل لنا اعراض، اعراض الغضروف دي مختلفه جدا. وفي ناس يعني الحقيقه غضروف العنق ده من الحاجات الخادعه جدا، يعني في ناس بتبقى اعراضها واضحه وصريحه، وجع في رقبتي، رقبتي اتشنكلت، مش عارف اتحرك، بقوم من النوم الصبح مصدع جامد جدا، مش قادر احرك رقبتي، مش شايف قدامي، انا رقبتي خلاص. هو شخص رقبته. في ناس بعد شويه الرقبه دي خلاص الالم بتاعها يفك، ده انا بحركها زي الزمبلك اهو، بس الوجع نزل فين؟ في كتفي وفي دراعي. ليه؟ اصل في غضروف. الغضروف بص زي ما هنا، شوف الفقرات عامله ازاي، الفقره الثانيه الثالثه الرابعه ما بين الرابعه والخامسه في غضروف كبير جدا وراجع لورا خالص، ضغط على الحبل الشوكي، وده ياثر على المنطقه بتاعت الكتفين الرابعه والخامسه والخامسه والسادسه، تمسك المنطقه بتاعت الدراع تبدا من الكتف وتنزل في الايد. الناس مش فاهمه ان الايد دي فيها مجموعه اعصاب متعدده، فكل عصب بيغذي منطقه. يعني في واحد يقول لك انا صبعي الصغير ونص
نص الصابع اللي جنبه ده بينمل وبيخدل، وبقوم الصبح كده ولو نمت عليه بقوم خدلان جدا مش عارف احركه، ولو انا ماسك سماعة التليفون ما اقدرش اكمل بيها، بعد شوية بصدع جامد جدا وفي تنميل في مؤخرة راسي. في شكوى في الرقبة الناس تشتكيها وساعات ما بقاش عارفين هي ايه، يقولك اصلا الاتزان بتاعي بمشي بخبط وبروح لدكتور وعمل لي مقياس سمع واتزان وقعد باخد علاجات ادوية الاتزان والسمع بقاله شهور وما بتحسنش. في ناس تتكلم على صداع مزمن، انا بيجي لي صداع بقاله سنين ومش عارف له سبب، واخد بالك؟ وكلمه الرقبه منسيه خالص، او حتى لو شافها بيشوفها باشعه عاديه يقول له بس ده شويه خشونه بسيطه جدا والموضوع بسيط. لا مش كده. في ناس بقى بتبقى شكوتهم يعني عارف، وخاصه يقول لك كتمه نفس، ده انا مش حاسس ان فيه هواء، يعني الخنقه اللي على العصب دي بتولد احساس بالضيق جدا وبتاثر ساعات على الحركه بتاعت الحجاب الحاجز. الحجاب الحاجز بياخد الفقره من الرابعه والخامسه الفرينك نيرف وبينزل تحت، فده لما بيتاثر انا بعرفش اخد هوا نفسي، الدنيا مقفوله. هو البريد مش بيبقى عارف التفسير بس هو حاس كده، بتخنق بسرعه، بتعصب بسرعه، ده انا زهقان زي الميسينيا بتاع عضلات التنفس زيها لما بيحصل ضعف العضله. تمام. يقول لك انا زهقان، انا مش عارف انا بتخانق ليه، ما عدتش طايق نفسي ولا طايق اللي في البيت، ده انا عايز اسيب لهم البيت وهج. والله العظيم الكلام ده الحقيقي فور ديفرنشال بيتقال طبعا. ضعف وشلل نسبي وشلل تام بالظبط. وممكن يجي ضعف فانا بعمل العمليه عشان ما يتحولش الى شلل نسبي بالظبط، او لو هو شلل نسبي ما يتحولش لشلل في التام. ناس بقى تصار بيقول لك هو انا عنده ضمور ودايما هي بتتحرك. اي بس بتتحرك، بس الوظيفه بتاعتها ما عادتش، بقت ضعيفه، والموضوع ما هوش ستاتيك ولا هيقف، الموضوع هيزيد مع الوقت. سحب البودكاست وارجع بيه. لماذا كمحترفين بالحقل المجهري تقولون دائما ان هذه الاجراءات اجراءات دقيقه وتحتاج الى ليرنينج كيرف عالي؟ سؤالك هو سحب البويضات هو بياتي كمرحله تعتبر المرحله ما قبل الاخيره من رحله الزوج والزوجه في الوصول الى زراعه اجنه واحتماليه حدوث الحمل.